بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد متوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة جنوبا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. مرحب بيكي. وكنا عاوزين نعرف، احنا خلاص يعني ايام بسيطه وينتهي شهر يناير المعروف ان هو اكثر البروده في فصل الشتاء عموما، رغم ان احنا يعني متاثرين بمرتفع جوي ودرجات الحراره وصلت لحتى ارتفاع لثلاث درجات تقريبا، فكلمينا عن اخبار الطقس دلوقتي والظواهر الجويه اللي احنا ممكن نتعرض لها النهارده. احنا طبعا لسه مكملين في الارتفاعات السطحيه في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه. تعتبر درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي من درجتين لاربع درجات، لان اختلاف درجات الحراره بيختلف من يوم ليوم، او ارتفاعات درجات الحراره بتختلف من يوم ليوم. العظمى على القاهره الكبرى بتكون ما بين ال 20 وال 22 درجه مئويه خلال فتره النهار خلال هذا الاسبوع، يمكن كمان مع نهايات الاسبوع توصل العظمى على القاهره الكبرى ل 23 درجه مئويه، يعني اجواء شتويه معتدله تماما خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه الموجوده في الجمهوريه، مرورا طبعا بالسواحل الشماليه محافظات الوجه البحري القاهره الكبرى شمال الصعيد. كمان اجواء مائله للدفء ودافيه تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، خاصه ان المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا بيساعد على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، واحتسنا بالاستقرار التام في الاحوال الجويه. لكن فترات الليل مع غياب اشعه الشمس، اول ما اشعه الشمس تبدا تغيب نبدا نحس بالانخفاض في درجات الحراره، بيكون ملحوظ اكثر في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر، اجواء من بارده الى شديده البروده على كافه انحاء الجمهوريه. كمان الصقيع بيتكون على بعض المزروعات الموجوده في وسط سيناء نتيجه انخفاض درجات الحراره خلال فتره الليل لاقل من 5 درجات، مهم جدا ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره فتره الليل المتاخر والصباح الباكر. بالاضافه كمان دايما الظاهره الجويه المؤثره معانا في حاله استقرار في الاحوال الجويه هو تكون الشفوره المائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي كثافتها بتختلف من يوم ليوم. يمكن اليوم هي كانت كثيفه على بعض المناطق الموجوده في مدن القناه وسط سيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد، فالشبوره المائيه دايما هي الظاهره المؤثره معانا خلال فتره استقرار في الاحوال الجويه، يمكن هتاثر معانا خلال الايام القادمه. مهم كمان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه في فتره الصباح الباكر، تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. زي ما قلنا الاجواء دي مكمله معانا لنهايه الاسبوع، مستمرين في درجات الحراره اللي ما بين ال 20 الى 22 درجه مئويه على القاهره الكبرى. كمان في هدوء في سرعات الرياح على اغلب مناطق الجمهوريه، وده بدوره بيؤدي لاعتدال حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 20-10، اسكندرية 20-11، العالمين الجديدة 20-11، مطروح 20-11، دمياط 20-11، بورسعيد 20-13، إسماعيلية 21-11، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 10، العريش 19-9، كاترين 19-0، طابة 20-10، حلايب 24-16، شلاتين 26-17، شرم الشيخ 24-15، الغردقة 24-13، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 8، بني سويف 21-7، الوادي الجديد 23-4، أسيوط 21-6، سوهاج 22-6، قنا 24-8، الأقصر 25-8، وأسوان العظمى فيها 26 والصغرى 10.
دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وكمان عرفنا أخبار حالة الطقس إيه النهاردة. صحيح في ارتفاع لثلاث درجات زيادة عن المعدلات الطبيعية، ولكن ما نتأثرش بالارتفاع ده ونفضل لابسين لبسنا التقيل. ناخد بالنا إن في شبورة مائية بتبتدي من بالليل متأخر لحد الصبح بدري، ونلتزم بالتعليمات المرورية علشان الشبورة بتأثر على الرؤية الأفقية، وتوصلوا أشغالكم وبيوتكم بألف سلامة. هنرجع مرة تانية لشاتلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، شكرا جزيلا.